السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد عمرو من قناتكم Egyptian كورس جاي لكم النهاردة في فيديو جديد والعربية اللي معانا النهاردة هي شفورلي ماليبو موديل 2021 قبل أي حاجة لو حابب تتواصل معايا عن طريق الواتس تقدر تتواصل معايا على الرقم التالي 011 4 3 8 3 8 5 4 الرقم ده تقدر تكلمنا عليه في أي وقت وأنا إن شاء الله هرد عليك بالمعلومة الكاملة بإذنك يا رب في أقرب وقت العربية اللي معانا النهاردة زي ما قلت لكم هي شيفورليه ماليبو موديل 2021 اعلن منصور عن موديل 2021 من شيفروليه ماريبو اللي كان عليها جدل كبير قوي ان احتمال ما ينزلش منها موديل السنه دي لكن منصور نزل العربيه وبس نزلها فئتين بدل ثلاث فئات عشان كده العربيه بقت السنه دي فئتين فقط وليس ثلاث فئات نيجي لقوه الموتور العربيه بتيجي بموتور 1500 سي سي تيربو الموتور ده بيطلع 163 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران وبيجي بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات وجر امامي للعجلات العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في 9 ثواني و2 من عشره والسرعه القصوى بتاعتها 210 كم في الساعه نيجي لاطوال العربيه والعرض والارتفاع طول العربيه 4 متر 925 مللي عرض العربيه متر 854 مللي ارتفاع العربيه متر 468 مللي وطول قاعده العجلات 2 متر 830 مللي ده كان بالنسبه لابعاد العربيه طبعا هتقول لي العربية دي ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ ده هنعرفه اخر الفيديو، نتكلم دلوقتي عن مواصفات العربية، العربية بتيجي في فئتين فئة ال LS وفئة تي LTZ وطبعا الفئة الأعلى في التجهيز هي فئة تي LTZ، دلوقتي العربية زي ما قلت لكم بقت فئتين وليست ثلاث فئات، واسعار العربية الفئة الأولى 390 ألف جنيه والفئة الثانية 450 ألف جنيه. نيجي لإمكانيات العربيه ومواصفاتها الفئه الاولى بتيجي ب2 فقط والفئه الثانيه بستة 6 ايرباك العربيتين طبعا او الفئتين فيهم انظمه الثبات والامان واحده اي بي نظام الثبات الالكتروني للسياره نظام المساعده في صعود المرتفعات مستشعرات صف خلفيه اللي هو السنسور خلفي والفئه الاعلى فيها سنسور امامي كاميرا خلفيه في الفئه الاعلى نقط تثبيت مقاعد الاطفال اللي هو نظام الإيزوفكس في الفئتين مكيف هواء اوتوماتيك في الفئه الثانيه عجله قياده من الجلد في الفئه الثانيه عصا ناقل حركه من الجلد في الفئه الثانيه ومكيف هوائي ثنائي المناطق اللي هو الدول زون برضه في الفئه الثانيه طبعا الفئتين فيهم تلاجة بيبقى في التابلو او مسند اليد على حسب كل العربيه والاختلاف بتاعها من واحده للتانيه مخرج كهربائي بقوه 230 فولت موجود في الاثنين نظام نويز كانسليشن موجود في الاثنين وده بيبقى نظام موجود في السماعات او في النظام الصوتي بتاع العربيه عشان يقلل لك الضوضاء الخارجيه ويبقى كل تركيزك في الصوت اللي طالع لك من السبيكرز او من السماعات الداخليه بحيث يديك نقاء صوت بدرجه قويه جدا وباقصى درجه ممكنه من الراحه والمتعه بالصوت اللي انت بتسمعه نظام الدخول الذكي بدون مفتاح اللي هو نظام البصمه في الفئتين نظام تشغيل السياره عن بعد في الفئه الثانيه مقاعد اماميه بتحكم كهربائي بذاكره في الفئه الثانيه فقط نظام دعم قطنية في الفئتين مقاعد من الجلد في الفئه الثانيه مسند يد امامي وخلفي في الفئتين مقاعد اماميه بخاصيه التبريد والتسخين في الفئه الثانيه ودي واحده من العربيات القليله جدا في السوق اللي فيها نظام التسخين والتبريد في الكراسي مش تسخين فقط العربيه هنا فيها تسخين وتبريد نظام اضاءه داخليه في الفئتين مثبت سرعه في الفئتين عجل القياده مالتي فانكشن في الفئتين مرايه بخاصيه التسخين في الفئتين مرايه بخاصيه الضم والتعتيم في الفئه التانيه فقط مصابيح ليد اماميه في الفئه التانيه فقط اضاءه نهاريه ليد في الفئتين مصابيح اماميه اوتوماتيك في الفئه التانيه فقط مصابيح ليد خلفيه في الفئه الثانية فقط فتحه سقف بانوراميه في الفئه التانيه فقط نظام مراقبه ضغط الاطارات في الفئه التانيه فقط شاشه تاتش مقاس 8 بوصه وسطيه في الفئه الثانيه فقط، اندرويد اوتو ابل كار بلاي اللي طبعا بيجوا تبع الشاشه التاتش في الفئه الثانيه فقط، ومدخل يو اس بي ويو اس بي تايب سي واي يو اكس في الفئه الثانيه فقط، ونظام صوتي بست سماعات في الفئه الثانيه فقط، والفئه الاولى بتيجي باربع سماعات فقط. ده كان بالنسبه لاسعار العربيه وامكانياتها. العربيه طبعا عربيه محترمه جدا وتستحق الانتشار في السوق، مميزات العربيه دي ان العربيه دي عربية كويسة جدا محترمة جدا الناس اللي اشتريتها كلها بيشكروا فيها بس للأسف كان من عيوبها سعرها العالي جدا اللي إلى حد ما دلوقتي لسه أي نعم عالي شوية محتاج التعديل تاني بس العربية دي الأول ما نزلت لو تتذكروا كان ليها فئات كتيرة أو ثلاث فئات وكان أسعارهم عالية جدا كانت بتبدأ ب 420 أو 430 النهاردة أنت بتتكلم في أعلى فئة ب 430 ألف فيها نفس الأوبشن اللي كان موجود قبل كده ده كان نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد كان معاكم أحمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم فى امان الله ورعايته